بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي قناة تيسير. مرحبا بكم في هذا العرض الجديد وفيديو جديد دائما على قناتكم تيسير. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير متابعينا الكرام. اليوم جبنا لكم واحد الهمزة، يعني فرصة عقارية لا تعوض في النواحي ديال مكناس. قريبة لمكناس تقريبا 4 كيلومتر على مكناس، يعني ما كاملاش حتى 5 دقائق وراك في مرجان ديال مكناس، فقريبة لمكناس بالنسبة لهاد المساحة ديال هاد الأرض 2500 متر مربع، 2500 متر مربع، يعني تقريبا 4 قطار كما نقولوا على حسبنا بالقطار، ربع ديال القطار، 2500 متر مربع جات في هذا، يعني جايه في هذا، هي هذه الحدود ديالها، هي هذه الحدود ديالها، هي هذه تماما، هي هذه هاد البيكيات هو الحدود ديالها، هو هذه هما الحدود ديال هذه الارض اللي هي همزه صراحه، ارض يعني الهمزه بالنسبه للناس اللي باغي يشري ويدير واحد السكينه ديالو تكون قريبه لمدينه مكناس. فهاد الارض 2500 متر مربع قريبه لمكناس، ما كاملاش 4 كيلومتر على مدينه مكناس، داخل على الطريق القدروني تقريبا واحد تكون واحد 300 متر ولا 200 متر ولا 150 متر تقريبا، قريبه ماشي بعيده، ماشي 150 متر تقريبا ولا حوالي 150 متر على الطريق القدروني. فهاد الفرصه يعني صراحه ممتازه جدا متابعك، كما كتشاهدوا هي هذه 2500 متر مربع بواحد الثمن اللي هو جد مشجع، الثمن ديالها 33 مليون سنتيم، 33 مليون سنتيم، 2500 متر مربع، يعني عرض رائع جدا متابعي قناه التيسير. ف بالنسبه للوضعيه الاداريه ديال هذه الارض فهي مطلب، يعني مطلب تحفيظ باش نكونوا نعطيوكم المعلومات على الوضعيه الاداريه ديالها. مطلب تحفيظ يعني غادي ترجع محفظه، يعني مطلب تحفيظ. اذا بالنسبه للناس اللي بغاو يزوروها ويشوفوا المكان مباشره فيتواصلوا مع الوكاله ديال تيسير، فمنطقه رائعه جدا. كاين هنا الناس اللي دايرين المشاريع ديالهم فلاحيه، اللي دار السكينه ديالو، فصراحه وقريبه لمدينه مكناس، وتليق حتى اللي بغى يدير مثلا مستودع ولا شي حاجه فهي تليق، لان مساحه كبيره ما شاء الله 2500 متر مربع مطلب تحفيظ، قريبه على مكناس تقريبا 4 كيلومتر على مرجان. فاللي بغاها يتواصل معنا والف مرحبا به متابعينا الكرام. الدوكاين كما كتشاهدوا، فهاد الدوكاين الاعمده ديال الكهرباء كاينه، فاللي بغاها يتواصل مع الوكاله ديال التيسير على الرقم ديالنا 0676 98 84 84، اعيد 0676 98 84 84، على الواتساب او عبر الهاتف. فمرحبا بكم متابعينا الكرام، فما تنسوش الاشتراك في القناه ديال التيسير، دائما العروض جديده ان شاء الله ودائما الجديد. اذا الى هنا نقول لكم الى موعد لاحق ان شاء الله، ونتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.